قال مسؤولون أمريكيون إن شبكات قرصنة تعمل لصالح الحرس الثوري وأجهزة المخابرات الإيرانية تستعد لتنفيذ هجمات إلكترونية مكثفة على البنية التحتية الأمريكية والأوروبية وعلى الشركات الخاصة العالمية والأنظمة الإلكترونية في دول بالمنطقة. ووفقا لشبكة NBC الإخبارية الأمريكية، فقد أكد هؤلاء المسؤولون أن أجهزة إيران وضعت خططا لشن هجمات إلكترونية واسعة في حال انهيار الاتفاق النووي بشكل كامل. ووفقا للشبكة، فإن استهداف إيران للشبكات في الولايات المتحدة وحدها من شأنه أن يمثل تصعيدا ملحوظا في استخدام إيران للحرب السيبرانية. وكان انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي أعقبه تحذير للحكومة الأمريكية من احتمال قيام إيران بانتقام من خلال المجال السيبراني.